السيدات والسادة أعضاء مؤتمر المقاومة الإيراني المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كان للفشل والإرهاب والاستبداد عنوان، فإن النظام الملالي في قم عنوانه، وإن كان للكذب والافتراء والادعاء واجهة، فإن خامنئي هو واجهته. أكثر من 40 عاماً وهذا النظام يفاقم من مشاكل الشعب الإيراني، ويزيد هذا البلد الحضاري بؤسا والإيرانيين فقرا وحزنا. لم يكن الإيرانيين هم فقط من عانى من هذا النظام الإرهابي، بل السوريون والعراقيون واليمنيون واللبنانيون وشعوب أخرى، عبر أجرائهم من عائلة الأسد وحزب الله والحوثيين والحشد الشعبي. إن ما قام به هذا النظام من جرائم إرهابية في سوريا ودول عديدة أخرى تحت راية فيلق القدس زورا وبهتانا، إنما كانت تدعم عائلة إرهابية عاثت في سوريا فسادا وإجراما. تعبر حركة العمل الوطني من أجل سوريا عن تضامنها مع الشعب الإيراني وحركة مجاهدي خلق في نضالهم ضد الظلم والفساد والاستبداد. إن خلاص منطقتنا لن يتم إلا عبر مشروع حداثي لكامل منطقتنا تتحد فيه وتتناصر قوى الحرية والسلام ضد الظلم والديكتاتورية. نبارك لكم عيد المقاومة، ونتمنى للشعب الإيراني زوال الغمة ومحاسبة المجرمين في القريب العاجل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.